سلام، أهلا بكم في هذا الدرس الخامس. سوف نتعلم على نتعلم أنكور أون بلوس على جافا سكريبت. راح نديرو ليفنت كليك. يعني ليفنت كليك، احنا قلنا بلي جافا سكريبت تميز بليفنت، يعني هي اللي تتفاعل مع تتفاعل مع لاباج، يعني تتفاعل مع صفحة الويب بيج، يعني لاباج ويب، يعني توسكي كليك صافي يدير ايفنت، احداث تتنفذ في البراوزر تقوم بادائها الجافا سكريبت. دونك فوالا، من اجل هذا نكري ان تيس فونكسيون نسميها alert باغ اكزومبل كوم سا alert. ابري هاد الالرت واش ندير؟ فونكسيون كي سابيل الالرت سي جوست، يعني استعمل لنا alert. Alert. Je vais juste terminer alert. Alert. Hi. Into JavaScript. Voilà. Je vais fonction عادي كيما عرفناها في JavaScript. عادي جدا. هنا انتهينا من الكود تاعنا JavaScript. احنا حابين في الدوكيمون اتش تي ام ال تاعنا كي نكليكيو نكريو بوطون، في البوطون هذا كي نكليكيو عليه يقوم باستدعاء هذه لا فونكسيون اللي كريناها في جافا سكريبت، باسكو هذه لا فونكسيون اليرت. صافي دير، احنا قلنا جافا سكريبت هي اللي تقوم باداء تفاعلية الصفحه، يعني لي زيفنت اللي يصرا في الصفحه تاع لا باج ويب هي تقوم بهم الجافا سكريبت. دونك خلينا نقولو انبوت فوالا. في الانبوت هذا واش هو؟ نعطيه دي بارامتر الانبوت اللي كما تعرفنا عليهم في الاش تي ام ال. انبوت نديرو ان تايب، تايب تاعو نقولو ان بوتون. في البوتون هذا اون كليك، هذا هو محور الدرس، يعني كي نكليكي نعملو ابل لا فونكسيون تاعنا. فوالا هادي، يعني في البوتون هذا اللي تافيشا كي نديرو اون كليك، يعني كي نكليكيو عليه يعيط لنا لا فونكسيون هادي. لا فونكسيون هادي واش دير؟ هاي اللي كانت تقوم بعرض علبة حوار تقول لك هاي انتو جافا سكريبت. اون بليس هنا هذا البوطون نخليوه جديد، نعطيوه انفاليو يعني اسم نقولو له كليك هير. فوالا نقولو كليك هير. دونك هذا سيتون سامبل كود اتش تي ام ال عادي جدا، انبوت كما تعرفنا عليه في دورة الاتش تي ام ال. هنايا كود جافا سكريبت، في كود جافا سكريبت كرينا فونكسيون كما تعرفنا على لي فونكسيون، وهنا اليرت سيتين كود كما قلنا كود جافا سكريبت يعرض الناس به. دونك حنا كي نكليكيو على البوطون كليك يقوم البراوزر بالنداء، يقوم بنداء فونكسيون كي سابيل اليرت، يحوس في الدوكيمون اتش تي ام ال ان فونكسيون كي سابيل اليرت يلقاها هنايا، يقوم بتنفيذ الشيء الذي تحتويه اللي هي تقوم بعرض التنبيه. دونك هنا يتجسد مفهوم الجافا سكريبت التي تقوم بتفاعلية الصفحة، يعني كل ما هو أحداث في لاباج ويب تقوم به جافا سكريبت. دونك هنا سوجيست اكزيكيتيف براوزر، هنا هاو البوتو تاعنا كليكيو عليه يقول لك هاي انت جافا سكريبت. دونك هذا واحد من المهام اللي تقوم بهم الجافا سكريبت هي الاحداث، يعني انا كليكيت على بوتون هير، كليكيت عليه هنا، لو فات اني نكليكي ستين ايفنت يعني حدث، كي كليكيت ديريكتومون عرضت لي مسج اليرت. هنا دور الجافا سكريبت، يدخل دور الجافا سكريبت يعني تفاعليه الصفحه. اوكي قولوا له اوكي. دونك هذا هو، يعني هذه حاجه مليحه يعني في الجافا سكريبت نتعلموها، نلتقي في دروس اخرى في تفاصيل اكثر ان شاء الله.